بيان، أنا في عندي خطة. خطة؟ إيه. أنت بتروح بتلهي العمة وأنا رح أخذ التليفون، ماشي؟ ماشي. يلا روح. إيه خالتي؟ اليوم الجو كتير حلو، شو رأيك تطلعي تتمشي لك شوي برا؟ وبترجعي لحتى نتعشى بالبيت، يعني أحسن ما تضلك قاعدة. فعلاً يا ابني، هي فكرة حلوة. تعال. يلا. وجدان؟ غريب، انت شو عم تعملي؟ ما تعمي، انا عم بعمل تمرين. أنا ما لازم اسمن بعد ما تزوجت. مو مهم إذا نحفتي أو اسمنتي، بس ابني ليك المسكين قديش نحفان. ابني بتحب جيب لك تفاح؟ تفاح؟ إيه، لازم تاكل تفاح، كتير مفيد للصحة. إيه ماما، إيه جيبيلي تفاح لو سمحتي. اتركي من إيدك. يلا جيبيله صحن وسكين. يلا. أنا؟ ايه انتي. يلا. شو؟ تعال. امي؟ معلش معلش، تعملي لي من تحت دياتك شاي بالقرفة اللي بحبها أنا؟ جاي على بالي. أكيد، صار لك زمان ما طلبت مني شي. يلا رايحة أعمل لك شاي، أنتي قطعي له إياها. حلو كتير. يسلموا، أنا بالنهاية بكون زوجك. كأنه هالأيام كتراني الغبرة، قد ما نفضت بضل في غبرة هون. ولا يهمك، أنا بنظف. مو مشكلة خالتي، أنا بنظف، ما هو بيتي كمان.